أهلا بيك يا أستاذ محمد، وروايتك غداء في بيت الطباخة أيضا هذه الرواية يعني بالتأكيد بتحمل رسالة. إيه الرسالة وراء هذه الرواية؟ هو لازم العمل الأدبي يبقى فيه رسالة؟ أنا كنت هقول خلينا نقول فكرة. فكرة أحسن من رسالة. أنا بفضل كده الحقيقة. أن هو يكون فيه فكرة في الرواية مع حالة من المتعة الفنية. الرسالة فيها كده لغة وعظية شوية. مباشرة. أوكي. لكن هي ممكن تكون فكرة نسميها فكرة مع حالة فنية ممتعة. يعني الشرط أن يكون الكتاب أو النص الأدبي تحديدا فيه فكرة. يعني القارئ يدخل الكتاب ويخرج معاه حاجة، أو يخرج جواه حاجة، جواه في عقله وفي روحه. يتأثر. فكرة يكون يتأثر بشكل ما. مع أن هو يكون مستمتع وهو بيقرأ الكتاب، ده شرط أساسي. هي زيها زي الفيلم السينمائي. الرواية زي الفيلم السينمائي. ممكن زيها، مش الوسيط. مش طبيعة الوسيط. لكن أنه هو بيشترك في أنه هو يكون فكرة في الموضوع، في موضوع، في حالة كويسة، فكرة بيخرج منها اللي بيتعامل أو بتلقي الفيلم أو الرواية، مع أنه هو لازم يكون مستمتع بالحال في طبعا الموضوع. أنا متفق معك تماما في ده، عشان كده لأنه لازم يستمتع. أنا حأنهل كده يعني إيه بضعة أسطر إن شاء الله خلال هذا اللقاء من كل رواية أقرأها يعني للسادة المشاهدين، لكن خليني أعرف غداء في بيت الطباخة. ده بالتأكيد شهي جدا هذا الغداء، إيه بقى حكايته؟ الرواية هي اللي ممكن تكون ممتعة يعني. العنوان جاي من مشهد متخيل جوه الرواية، إن باختصار في القصة في اثنين جنود منطرفين متحاربين، بيضطرهم الظروف انهم يقضوا مع بعض خمسة ايام في خندق. في خندق. واحد من الشخصيتين طباخ، والشخصية الثانية مدرس تاريخ. في وقت من الاوقات جوه النص جوه الرواية، الطباخ، الجند الطباخ بيدعو في مشهد خيالي، بيدعو الجميع لغداء في بيت امه الطباخ. فبنشوف المشهد المتخيل ده، الخندق موجود وعلى جانبيه غابة، والناحية التانية تلال، فالجنود من الطرفين بيخرجوا من الغابة والتلال ويتناولوا الغداء في بيت الطباخة اللي هي أم الطباخ، وبيرجعوا مرة تانية للحرب. يعني وكأن هذه رواية خيال داخل الخيال. هي في حد ذاتها قصة خيالية، لكن كمان بتحمل جواها القصة الحقيقية، خيال من نوع آخر، مزيج من الخيال في عقول الأبطال، مزيج من الخيال والواقع. أيوة.